سيريل رامافوزا رئيس جنوب أفريقيا والرئيس الجديد للاتحاد الأفريقي أشاد بدور الرئيس عبد الفتاح السيسي في دعم قضايا القارة الإفريقية بالكامل في الفترة اللي رأست فيها مصر الاتحاد الأفريقي 2019، وبالطبع كان الرئيس يحمل طموحات وآمال وقضايا ومشاكل وتحديات القارة الإفريقية في كافة المحافل الدبلوماسية. الرئيس قام بعمل شاق خلال رئاسته للاتحاد الإفريقي، هذا ما أكد عليه رئيس الاتحاد الإفريقي الجديد في هذه الكلمة. أود أن أشكر أيضا أخي صديقي الرئيس عبد الفتاح السيسي على الطريقة المتميزة والقابلة للإشادة بالطريقة التي ترأس بها اتحادنا. أقول لهم شكرا 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 على العمل الشاق الذي قمتم به.